اضرب يا حلواني. النهاردة هنعمل بديل الرخام على ايدينا يدوي وبديل الخشب يدوي على ايدينا بتكلفة بسيطة خالص، ممكن لا تتعدى 10 ريال او 10 جنيه. تمام، ده الشكل اللي احنا هنعمله. في شكل تاني، اولا هتحتاج كوباية بوهية اي لون انت عايزه، وهتحتاج الرولة زي دي. يلا تمام. طيب هتحتاج كوباية بوية زي كده تفضيها في الرولة ديت. طبعا الرولة دي يا جماعة ممكن تاخدها من اي حد تشحتها من بتعالى اشحتها مني والله هديها لك مفيش اي مشكلة، او من اي معلم دهانات موجود عندك في منطقتك، قول له 10 دقايق بس هنعمل بقى حاجة بسيطة وهنجيبها لك. بعد ما عبيت البوية في الخزان بتاعها هتنزل لي بنفس الطريقة دي، هتديك رسمة ثمرة الخشب كده. احنا بنعمل في بديل الخشب اللي احنا عارفينه اللي هو الشرايح اللي هي الغالية، فاحنا بنعملها كده يدوي شرايح جنب بعضها عشان نعمل شكل ثمرة الخشب وشكل شرايح بديل الخشب. فالنهاردة زي ما احنا قلنا كل اللي هنعمله كله يدوي، مش هنعمل حاجة غالية. انا مبطأ شوية عشان تشوف الشكل، تعمل مثلا خطين بس، نزلتين شريحتين او 3 من اليمين والشمال. تمام، من فوق بس كده 40 سنتي، هتلزق بس حته تيب كده بالعرض بعد ال 40 سنتي تقريبا، وبرضو واحده جنب واحده. الموضوع سهل خالص يعني، فريره في ايديك. اظن طبعا اي حد متابعنا دلوقتي يقدر يعمل اللي انا عملته ده بسهوله يعني، مش محتاج. بعد كده شيل حته التيب اللي انت عاملها، وبعد كده هنبقى نساوي الحروف مفيش اي مشكله. طيب هنعمل دلوقتي حاجه حابب انت تعملها، ماشي، مش حابب خلاص يعني. لو انت عايز على كده تشتغل على كده مفيش مشكله، هيديك برضو الواح شبيهة لبديل الخشب لما نعمل بديل الرخام دلوقتي يدوي. طيب خلينا لو انت هتعمل زي ما انا هعمل كده برضو، هتشوف حد محترم تشحت منه كومبروسر ومسدس او تأجرهم منه. بعدها هتلزق تيب كده على نهاية كل واحدة، هتجيب الكومبروسر او المسدس وشوية من البوهية اللي كانت شغالين بيها، وهتدهن لي على اول طرف التيب اللازق اللي احنا حاطينه خط كده خفيف بتغميره بسيطه، وخفف عن ما انا شغال كمان يعني، ما تشتغلش ما ترميش كتير زي ما انا رامي كده، لو خففت كمان هيبقى افضل من كده. تمام تمام كده الموضوع بسيط خالص اهو. بعد ما خلاص هتبدا تخلص واحده جنب واحده بنفس التضريقه ديت. احنا بنعمل كده عشان نحدد الشريحه تبقى مجسمه معانا شويه. بالفكره دي بسيطه خالص، اللي هي التيب وتدهن جنبها على خفيف شويه اسود، فبيديك تحديده. لما هنشيل التيب دلوقتي هتشوف التحديده، هيبين لك الشريحه مجسمه. تمام، احنا بنحاول برضه اسهل عليكم الموضوع خالص يعني، مش هدخل حاجه تانية بس كده. تشيل بقى التيب، هيبان لك ان الشريحه كانها الواح محطوطه جنب بعضها، صح ولا انا غلطان؟ صح. مبدئيا تحياتي لكل الدول العربيه، من السعوديه للمغرب للجزائر لمصر لليبيا لموريتانيا بسوريا لفلسطين للعراق، خلينا في اللي احنا فيه، كل الدول العربية، عشان بس الفيديو ما يبص مننا. بعد كده هنعمل بديل الرخام بقى يدوي، هنعمل لكم النهاردة أكتر من شكل، الشكل اللي شفتوه في بداية الفيديو، والشكل دلوقتي بالمعجونة، هنعمل عرق باللون الأسود وعرق باللون الأصفر. تمام؟ تمام. خدنا حتة معجونة قد البيضة وحطينا عليها نقطتين تلاتة أسود وقلبناها بقت لونها أسود. وبرضو الاصفر نفس النظام، تقدر تعمل اي الوان انت عايز. هتبدا كده بالعصايه او بالسكينه تنقط لي نقط بسيطه على وش المعجونه من الاصفر ومن الاسمر. طبعا لو انت عايز العروق خفيفه يبقى النقط دي تبقى بسيطه عن كده. تمام، وبزاويه 45 هتدهن لي او هتفرد المعجونه بتاعتك عادي خالص، اكنك بتفرد اي حاجه كده، تفردها وتشيلها تاني بزاويه 45، ما تعملش اكتر من كده. طبعا تحياتي للدول العربية اللي انا لم اذكر اسمها، فمليون تحية لكل الدول العربية اللي انا لم اذكر اسمها بسبب اللي احنا عايزين نشرح بس، فاتمنى الناس تعذرني بي. بزاوية 45 بنفس الطريقة دي كده هتفرد معجونتك، هتشوف الشكل معانا بدأ يظهر اهو. طبعا زي ما انا قلت لكم، لو حابب تخفف العروق دي يبقى النقط اللي احنا بنحطها هتخففها، يعني النقطة ما تكونش كبيرة، النقطة تبقى لمسة صغيرة كده على وش المعجونة
3 4 نقط اسود، 3 4 نقط اصفر، عشان يديك عروق خفيفه عن كده لو انت عايز عروق خفيفه عن كده. تمام، الشكل واضح اهو. طبعا مع كل واحده ما انا بعملها من ديت باخد حته، والحته اللي افردها والمها ما بحطهاش انا على جدار لانها بيبقى الالوان داخل فيها فبتغمق، فانا ما بعمل حته على الكف اللي معايا وعليها نقط باخد منها حته بحته حته بحته افردها، ولما اجي المها تاني خلاص لمتها برميها باخد حته تانية وهكذا لغايه ما تخلص الجدار. طبعا الشكل اللي انا بعمله ده مهم جدا يا جماعه انك تعمله على الجدار بالكامل، ما تبصليش اللي انا عامله مثلا حته متر ونص في متر ونص، لا الشكل ده هيتعمل في الجدار بالكامل كله. انت يا دوبك تعمل شريحتين ثلاثه من اليمين والشمال وباقي الجدار اللي هو 4 متر تكمل اللي هو بدير الرخام اللي احنا بنعمله ده في الجدار كامل عشان الشكل بتاعك يظهر على الطبيعه. يعني الشكل ده لو على جدار كامل من بره هتشوفه نفس الطريقه، لكن اللي جوه ده هيبان كبير 2 متر مثلا في 3 غير الحجم الصغير ده، فهيبانك انه بدير رخام طبيعي وحته معجونه، يعني مش عايز اقول لك حاجه بسيطه خالص. يلا خطوه بعد كده عشان الناس برضو اللي لو انت عايز تركب ستيل، هو يعني اللي بيركب ستيل احلى منك، ده العود رخيص خالص مش قص. كل اللي هتحتاجه المقص اللي زي ده، بعد ما خلصت بدير الرخام هتقيس الطول بدير الرخام اللي انت عامله بالمعجون وبالمقص اللي زي ده، هتروح عند الحداد تقول له عايز مقص وتقص بيه وترجع حوله تاني، قول له والله مش نافع وخد فلوسك تاني منه، يعني ما تشتريش يا تيجي تشحته منه، والله اهلا وسهلا موجود برضو. وعلبة سيليكون ابيض الماني او سيليكون عاد، طبعا دي مش هتنفع تشحتها بقى لانك هتستخدمها وهتفتحها، مش هينفع نرجعها تاني، وهتلزق لي بنفس الطريقة دي الستيل. وممكن بعد كده نثبت عود الستيل مفيش مشكلة بحتتين لزق صغيرة تيب كده بالعرض عشان بس ايه ما يتحركش من مكانه. وبرضو من فوق برضو بديل الرخام برضو اللي احنا عاملينه من فوق برضو هتقيس المسافة عشان تظبط برضو التحديدة من فوق برضو والشكل. طبعا ممكن تشتغل بالذهبي او بالفضة براحتك، احنا شغالين دلوقتي بالذهبي برضو، قصينا بعد ما علمنا المقاس. طبعا عشان تعمل بقى عندك هتحتاج مثلا العود من ده يا جماعة في السعودية تمنه 25 ريال 3 متر، يعني انت لو عايز تعمل لو في الجدار كبير ممكن تجيب 3 اعواد او 4 اعواد وتحط الستيل. مش عايز تعمل الستيل وتكتفي بس بالبديل الخشب اللي احنا عاملينه يدوي وبديل الرخام اليدوي مفيش مشكلة. حابب تعمل بس عود ب 3 متر على اليمين وعود 3 متر على الشمال، لان هنا اغلبية ارتفاع اي بيوت هنا ما بتعداش 3 متر، يعني هتحتاج عود يمين وعود شمال وخلاص. يلا بينا. طبعا بعد كده هنبدا، بس ما تستنى بقى لما يجف خالص، هتبدا تشيل اللزق بتاعك من على الذهب الستيل. ما تنساش لو وصلت لغايه هنا في شكل تاني هنعمله، وعايزك تقارن لي بقى الشكل الرقم 1 ده هو الافضل ولا الشكل رقم 2. طبعا لو وصلنا لحد هنا في يا جماعه كود خصم من دهانات الجزيره للناس الموجوده في السعوديه. الكود ده عبارة ان انت لو هتشتري مثلا طلبات بألف ريال ممكن تروح تشتريها بتسعمية زي نظام النون والحاجات دي، ف انت الكسبان. يعني اللي يحتاج الكود من متابعيني فقط يكتب لي في الكومنتات وان شاء الله هبرسله له. ده الشكل اللي عندنا، بعد ما خلص حابب اعرف رأيكم وحابب تعرفني انت من اي دولة تتابعنا. هنعمل بقى الشكل التاني بقى على السريع بقى، يلا بينا يلا بينا. قلب حتة معجونة صغيرة زي ما عملنا المرة اللي فاتت، حتة قد البيضة، حط عليها شوية أسود أو أسمر وكام نقطة بنفس الطريقة دي كده. أيوة كده مظبوط. عايز تخفف العرق شوية خفف النقط دي. بعد كده بزاوية 45 أهو، هتاخد بزاوية 45. الموضوع يا جماعة سهل خالص، أنا هنا بحاول أزود لكم العروق بس عشان التصوير يبقى ظاهر، لكن احنا في طبيعي في شغلنا ممكن نخفف العروق عن كده شويه، وفي ناس بتحب العروق الكتير دي برضو، هي اذواق. في ناس بتحب حلق خفيف خالص زي الشعرايه كده، وفي ناس بتحب العروق المتداخله الكتيره دي، فده بايدك من النقط اللي انت بتحطها.
النقطة اللي انت بتحطها تخفف عن كده شوية، هتديك عروق خفيفة عن كده شوية. يلا الشكل معانا اهو. طيب المعجون اللي احنا بنستخدمه، تقدر تستخدم اي معجون دهانات مهما كان، تمام، مش شرط معجون معين. طبعا المعجون في الدول العربية او في الدول الجزائر اسمه لاندوي، الجزائر والمغرب، اما في السعودية وفي مصر واغلب الدول العربية اسمه معجون جدران، او ممكن تستعمل معجون الفوتونايت، او ممكن تستعمل معجون الاسمنت. ده موجود وده موجود وده ينفع وده ينفع، وكل الدنيا زي الفل. طيب حد هيقول لي انت ممكن تعمل طبقة حماية في الاخر عشان تحافظ على كده. اه ممكن تعمل طبقة ورنيش فرني حماية، مهم جدا برضو، بس على المعجون ده بس، يعني بديل الخشب اللي احنا عاملينه خلاص ما تعملش فيه حاجة لان هو دهانات. اما المعجون اللي احنا عاملينه زي ده، وقبل ما تشيل التيب واللزق هتدي وش ورنيش بالرولة الصغيرة كده او بالرولة الكبيرة. ورنيش ده بيكون شفاف عشان بس الناس اللي مش عارفاه. وبكده احنا خلاص وصلنا لنهاية الحلقة، وياريت تعرفني يا اهل الافضل الشكل الاولاني ولا الشكل التاني. وكان معكم اخوكم محمود الحلواني. طبعا ده يا جماعة الشكل التاني اللي احنا عاملينه دلوقتي زي ما انتم شايفينه. ده من قريب شوية. وده ذهبي باين خالص معانا في التصوير. على فكرة والله التكلفة اللي انا، طبعا ده الشكل الاول، ركزوا معايا، ده الشكل الاول اللي احنا عاملينه بالاسود والاصفر، وده الشكل التاني اللي احنا عاملينه بالاسود بس. فعايزين نعرف الشكل الاول افضل او الشكل التاني افضل ولا الاتنين حلوين. طبعا الورنيش لو انت عملت ورنيش بيديك، بيخلي العروق والحاجات دي تظهر اكتر، بس لازم قبل ما تعمل ورنيش تصنفر زي كده، يعني تاخد الجدار بتاعك صنفرة ناعمة عشان الملمس بتاعك بيبقى عامل زي الرخام، مهم جدا انك تصنفر. تمام تمام. طيب بعد ما خلصت الصنفرة بيطلع بودرة في الجدار كده، مفيش مشكلة منها، حاول تنظفها، نظف الجدار بقطعة قماشة. وده نوع، اي نوع ورنيش بالرولة بزاوية زي كده، هتدهن الجدار بالكامل اللي انت عامله معجون، بحيث انك تديله طبقة حماية ان هو يبقى قابل للغسيل. زي ما انتم شايفين الورنيش عامل زي المية كده وبيخلي اللون غامق شوية. طيب هنا بقى المربط الفرس، بديل الخشب. هل ممكن تعمل عود بديل خشب من على اليمين ومن على الشمال، او عودين ومن فوق عود تقطعه زي كده 40 سم حتت، وتخلي من جوه بديل الرخام زي كده؟ ممكن جدا. انت برضو قدامك تقول لي اللي احنا عاملينه يدوي احسن ولا بديل الخشب اللي الشرايح الغاليه هي الاحسن. طبعا ده الشكل اللي كنا عاملينه بلون غامق خالص، احنا ما ظهرنوش في الفيديو شكل بديل الرخام ده، فتخيل الشكل بقى. وفضلا لا تنسى الاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.